تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مكناس بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مساء أمس الأحد 7 أبريل الجار، من توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى محطة السكة الحديدية بمدينة مكناس مباشرة بعد وصوله على متن قطار كان قادما من إحدى مدن شمال المملكة، حيث تم العثور بحوزته على 1200 قرص مخدر من نوع إكستازي، علاوة على كمية من مخدر الشيرة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.